سأحف محاربون نينجا الخارقون. روعة! دراجتك لامعة جداً. شكراً، علينا أن نكون مميزين بمناسبة يوم الرياضة. أجل، سنعزز لياقتنا البدنية وقوتنا. أنا قوي أساساً. انظر إلى هذا. ما هذا؟ سوف أطلق سراحة كائناً من كان. مستعدة؟ واحد، اثنان، ثلاثة. غريك؟ شكراً، بذلت قصارى جهدي لفتح الباب. لا عليك، نحب مساعدتك كما أنك أقوى بكثير ليلاً. نعم، لا شك أنني أستطيع فتح كوخ عندما أكون زاحفاً دون أي مساعدة. اسمعا، هيا إلى الحديقة كي لا يفوتنا يوم الرياضة. نعم، لهذا دخلت إلى الكوخ. أجل بدراجتي. سرعان ما ستتكفل التمارين الرياضية بجعلي قوياً. أوبس، تم إلغاء يوم الرياضة. اختفت جميع المعدات. اختفت؟ أجل، الدراجات، الكرات، وحبال القفز، كل شيء. سنعود أدراجنا. كيف سأغدو قوياً في النهار إذن؟ لا تقلق، ستكون قوياً الليلة. سنكتشف أين اختفت أدوات الرياضة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. أجل! يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوما. نعم. يتحول غريغ إلى ساحر. مخزن المعدات الرياضية للمدينة اختفت كلياً. مهما كان الفاعل فقد ارتكب خطأً فادحاً. أنه هو الزاحف وسيرون قوتي الخارقة. إلى مركبة الزاحف. إلهي، دعوني أنا المثالك الشرير. أذنا القط. أسمع شيئا من هناك. هذه الأصوات مألوفة. لا تنصتوا لكلام الآخرين. يجب أن تكونوا محاربين. نينجا الليل، استحوذوا على سائر المعدات الرياضية. مرحباً أيها المقنعون الصغار. أعد لنا الأدوات أيها النينجا. أطفال النهار بحاجة إليها. بل أنا بحاجة إليها لأجل محاربي النينجا الخارقين خاصتي، إنهم يزدادون قوة. سرعان ما سيتسنى لي تعليمهم حركات النينجا الخارقة. إنهم لن يضاهوني قوة. لننقذ يوم الرياضة. أنا سأتولى الأمر صديقي. عجبا، أعد لي هذه الدراجة. أطفال النهار بحاجة إليها. ماذا توقفوا؟ واو، أصبح محاربو النينجا أقوياء. نعم، وهم بصدد التدرب معي. قلت بصدد. والآن لساحة التدريب التالية. اقلب لي الصفحة. محاولة موفقة، لكن تلزمنا خطة تضم ثلاثتنا. لا، محاربو النينجا هؤلاء صغار، لابد أنني أفوقهم قوة. هيا. أه؟
تأمين ممتاز. عندما يأتي محاربون نينجا سأحتجزهم. ربما يفلح ذلك. بالطبع سيفلح بسبب قوتي الخارقة. راقباني. متأكد لا تحتاج المساعدة؟ أنا بخير. تتمحور الخطة حول قوتي الخارقة، أما أنتما فتراجعا. قشة. ليس سيئاً. سوف تتدربون معي عما قريب. يا إنجلال! لا يستطيع محاربوك هزيمتي في تحدي القوة. مت بغيظك. محاربي نينجا، أمسكوا بذلك الزاحف وأروه حركاتكم الخارقة. لا 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 منكم عضلات الزاحف الخارق. نعم، هذه هي القوة الخارقة. أوه، المقنعون الصغار مرهقون. اقفزوا يا محاربي نينجا. سوف نساعدك. لا، أنا بخير. أنا خارق القوة. من الواضح أن محاربي نينجا أقوى منك. اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع. محاربي نينجا الخارقين، عليكم به. قادمان! أوه، انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي نينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم، باستثناء أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جداً ولن نستطيع ردعهم. لا سيما وهم متحدون. وجدتها. تزداد قوة محاربي نينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيداً كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. وجدت كرة شاطئ مثقوبة، هيا. لا 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 لا. هذا ما أردته بالضبط. دافئ ومريح. يا محاربي نينجا، ثمة معدات رياضية لم تأخذوها. ومن يرضى بهذه الخردة القديمة؟ أنتم؟ حسن، إذا خذوها. سيكون ذلك هينا بما أنكم غدوتم خارقي القوة. أنتم أقوياء، لكن ليس عند قيامنا بهذا. الآن بعدما تفرقتم غدوتم ضعفاء. ماذا؟ إليك المزيد. والآن دوري، جناحاي الغارقان. توقفوا توقفوا. والآن وقد احتجزتم داخل الكمين، ما عاد لديكم مفر. نعم. أهلاً، أنا من يجب أن يتدرب معهم وليس أنتم أيها المقنعون. حسناً، حان دورك. هيا يا محاربي نينجا، يمكنكم التدرب مع نينجا الليل. ليس الجميع معاً. لنجمع الأدوات الرياضية. أنزع
اعزلوني يا محاربي النينجا، لا أريد التدرب الآن. سرعان ما سيفقدون قواهم الخارقة دون الأدوات. هذا في حال لم يفرغها نينجا الليل. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. سيعزز الجميع لياقتهم وقوتهم في النهاية. لا ضرورة لأن تكون قوياً جداً طالما نحن نساعدك.